السلام عليكم أخواتي وأخواني الأعزاء، اليوم راح نبدأ بسلسلة توصيلات خط الرقعة، والدرس غير موجه للمحترفين إنما فقط لكل الأعمار، إن كانت كبار أو صغار، اللي حابين يحسنوا خطهم العربي. راح نبدأ بالتوصيلات مباشرة، وبتمنى الجميع يراقب الحركة كيف بتكون حتى نقدر نستفيد من الدرس قدر الإمكان. نبدأ حرف الباء. مع الألف طبعاً له شكلين، طبعاً يا ريت يكون في التزام بالسطر، الحروف النازلة والهابطة. الباء مع الباء، الباء مع الجيم، الجيم طبعا في جزء منه تحت السطر. الباء مع الدال على السطر، الباء مع الراء في جزء تحت السطر، الباء مع السين في جزء تحت السطر. الباء طبعا ما بتنزل عن السطر. الباء مع الصاد، طبعا هو عبارة عن حرف النون نهاية الصاد وبالتالي بينزل عن السطر. الباء مع الطاء فوق السطر بالكامل. الباء مع العين، يا ريت تراقب حركة اليد كيف بتكون حركة القلم. الباء مع الفاء كامل فوق السطر. والباء مع القاف تحت السطر لأنه فيه عبارة عن جزء من النون. هلأ الباء مع الكاف كمان فوق السطر، طبعا في شكل تاني. هاي الحركة هي عبارة عن الهمزة. الباء مع الميم في جزء تحت السطر اللي هو الميم، الباء فوق السطر. الباء مع النون، النون في جزء تحت السطر أيضا. الباء مع الواو الباء مع الهاء، هذا الشكل الثاني لحرف الباء مع الهاء. هي الهاء بمنتصف الكلام، وأيضا الشكل الثاني للهاء. هاي الباء مع اللا، والباء مع الياء في جزء منها تحت السطر. إذا هاي كامل توصيلات حرف الباء مع جميع الحروف. ننتقل هلأ مباشرة لحرف الجيم. إذا حرف الجيم مع الألف، طبعا هو من الحروف الصاعدة كامل فوق السطر بيكون. الجيم مع الباء كمان فوق السطر، طبعا الباء هي عبارة عن باء تاء ثاء، والجيم
عبارة عن جيم حاء خاء. جيم في جزء تحت السطر، هون في التفاف طبعا بالقلم بكل حروف الدال عفوا والراء. جيم مع الراء في جزء تحت السطر، جيم مع السين مثل ما ذكرنا، النون هي عبارة عن جزء فوق السطر وجزء تحت السطر. جيم مع الصاد والجيم مع الطاء. هلأ الجيم مع العين، الجيم مع الفاء فوق السطر بالكامل، هلأ ننتقل للجيم مع القاف. القاف طبعا في جزء منها تحت السطر، يا ريت يكون في تركيز على هاي النقطة، الحروف اللي فوق السطر وتحت السطر. هاي الجيم مع الكاف كمان فوق السطر، الجيم مع اللام جزء تحت السطر لأن نهاية اللام هي عبارة عن نون. جيم مع الميم، جيم مع النون، والجيم مع الواو، الواو تحت السطر، الجيم مع الحاء عفوا، والجيم مع الحاء طبعا بوسط السطر تنزل عن السطر قليلا. الجيم مع اللام، والجيم مع الياء جزء تحت السطر. بتمنى طبعا من الجميع يتمرن بطريقة على طريقة رسم الحروف، وأنا متأكد إن شاء الله أنه رح نوصل ونحسن خطنا بطريقة كتير ممتازة. بتمنى من الآباء يكون في عملية تركيز خصوصا على الأطفال لحتى يقدروا يحسنوا خطهم بطريقة سهلة وسلسة وتفاعلية. هذا كان درسنا لليوم، وبتمنى تمرين جيد للجميع، وبلتقيكم إن شاء الله بالجزء الثاني من التوصيلات. بترككم مع أطيب الأمنيات، والسلام عليكم.